أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات
للكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا فلا
تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما
تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين كنت
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.